التعصيب هو التوريث دون تعيين جزء من التاريخ. هذا شرح التعصيب. نكتبه التعصيب نقطتين، التوريث دون تعيين جزء من التاريخ. دون تعيين جزء من التاريخ. نقول صاحب تعصيب أو عاصب. عاصب العاصب العاصب نقطتين، صاحب تعصيب نقطتين، الوارث الذي ليس له جزء معين، الذي ليس له جزء معين مقدر. واضح هذا؟ يعني هو وارث لكن ليس له فرض محدد. بعد اتصال أصحاب الفروض فروضهم يأخذ الباقي ويأخذ الباقي ولا يشترك في الباقي أو يشترك في الباقي. بالطبع الابن هو عاص بنفسه أنه وهو أقوى الورثة، فلا يعقل أن يبقى، لأنه إيش قلت أنا تو؟ قلت بعد اتصال أصحاب الفروض فروضهم يأخذ العاصب الباقي، إلا بالطبع في الفرع الوارث خاصة الابن وابن الابن لا يقع مثل هذا معهما، يدخل مع الفروض لأنه هو الأقوى، بالتالي قد يحجب من أصحاب الفروض، قد يحجب إسقاطا لمفهوم. وتوا بالمثال يتضح الحال. العصبة، العصبة في فتحة على الصاد، قسمان عند علماء الفرائض بالطبع، قسمان العصبة النسبية والسببية. العصبة النسبية والسببية. النسبية والسببية. نرجع السطر. العصبة النسبية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نقطتين، عصبة بالنفس، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. نشرحوهم ثلاثة. من العصبة النسبية. نعم. مازلنا في العصبة النسبية بالطبع. العاصب بنفسه. قول بنفسه ولا بالنفس. العاصب بنفسه. هو كل ذكر. إيش كل ذكر؟ كل ذكر لا يدخل في نسبته. لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. نعم. شكون مثلا؟ ابن الابن. ابن الابن. بنت الابن. ابن الابن. لا لا لا. قلت لا يدخل الأنثى. بنت الابن. لا. ليس عاصبة بنفسها. ثم حتى امرأة عاصبة بنفسها. العاصب النفس هو كلهم ذكور. كلهم ذكور. أو بقولنا كله ذكر. فهمت؟ إذا مثل الأب، الجد، الابن، الشقيق، ابن الأخ الشقيق،
الأخ لأب، ابن الأخ لأب، العم ابن العم، ابن العم الشقيق ابن العم الأب، هذوما يتسمى عاصبون بأنفسهم، مفهومة؟ أنا نفس اللقب العائلي. هو بيت. هذا هذوما يتسمى عصبة. لا هو عنا مكتوبين في الورقة. أو كتلقاها مو عندكم الورقة هذه. لا لا. ما عطيت شيكم. نعم. لو عنا ريتو إذن العاصب بالنفس من هو؟ الأب الجد لأب وإن علاء الابن ابن الابن وإن سفل يعني حتى ولو نعم الأخ شقيق كان أو لأب نردوا بالنا للأخ لأم ما هوش عاصب لأنه لك صاحب فرض مفهوم؟ أخ لأم الأخ لأم لا هي الأخ لأم ذاك من أصحاب الفروض رناه عنده سدس عنده سدس أخوة لأم ذكور ولا إناث لأنه ضعيف هو والعصبة هم أقوياء والأخ لأب الأخ لأب عصب معناه يورث بالتعصيب معناه ما عندوش فرض معين ياخذ الباقي وإلا إذا هو وحده عاصب بنفسه إذا كان وحده في التركة ما ثم حتى وارث آخر يحوز كل التركة مفهوم؟ وإذا كان مع أصحاب فروض بعد اتصال أصحاب الفروض بفروضهم يأخذ البقية إن بقي وإن لم يبقى فحظه الترحم على الميت هو ها؟ نعم؟ لا ما أش قلت أنا قبيلة الابن مستحيل ما يخوش هو أقوى فماشي أقرب للميت من الابن هو الأولاني أو أكثر علاش قلت لكم ما تقعش هذه مع الابن ومع ابن الابن لأنه هو مش يقصي بعض أصحاب الفروض يقصيهم يسقطهم كما الأخوات وغيره ولا ولا البنات بنت معاها يعصبها ما عادش تورث بالفرض ما عادش ياخذ نصف التاريخ مش تورث معاه للذكر مثل حظ الأنثيين يعني اللي واجب عليه مش ينبقى عليه في حياته واجب عليه مش يورث اما سيدي هنا الملحوظه لا مش بالضروره لا يعني ولد خاطر العم ما هوش واجب عليه مش ينبقى على الخوه لا معناها حالات اخرى نعم معناها الملحوظه سيدي هنا عند يعني قسمه التركه يحضر اصحاب الفروض واولهم الابن اللي هو يعتبر عاصب ذاك يقدم حتى على اصحاب الفروض بالطبع بالطبع ليس في ذلك شك هو اصحاب الفروض لكن لا مش اصحاب الفروض هو عاصب هو عاصب ابن هو عاصب التعصيب شنو هذا اللي عاصب هو نفس كل شيء تعصيب هو الإرض دون فرض دون نصيب محدد خذ نصيب يتغير لا ما خذاش ينجم ياخذ من له إذا يكون قوي يكون عاصب قوي كما الابن كما الابن ولا الابن وينجم الابن سيدي أي الابن هذا كما فيه حتى كلام هو أقوى الناس هو ياخذ أكثر واحد وحتى من فروض يعني من واحد أي هو أقوى واحد وليس من أصحاب الفروض ويستحيل أن يبقى الابن دون إرث بارك الله فيك عملية مستحيل سيدي هنية يا خطر المخيم هو ليس من أصحاب الفروض ليس من أصحاب الفروض وهو أقوى من أصحاب الفروض بالطبع جميعا نعم سي عبد اللطيف سيدي خلي صاحب العاصب
بنفسه، هو وارث لكن ليس له فرض محدد، يأخذ الباقي إن بقي، وإن لم يبق له ف هذا هو مقدم الابن سيدي. لا ما قلت لك ما ينطبقش على الاب، ما ينطبقش على الاب، ما ينطبقش على الابن، ما ينطبقش على الجد، ما ينطبقش على ابن الابن. نجم ينطبق على الاخ شقيق، ينطبق على العم، ينطبق على ابن العم، على فهمت. من هنا استثناء الفروع والوصول، وصول فروع لكم مستحيل يا صندوق الدولة يعتبر عصب من العصبة، مفهوم؟ نعم. به. هي ذي في الوضع ولا في الشرع؟ الشرع والوضع. بل اسمه بيت المال. صندوق الدولة. في الشرع هنا ناقص كان المعتق والمعتقة فقط، لأنه قبل كان المعتق والمعتقة اللي يحرر عبد في سبيل الله يعني حريته، هذاك يعتبر عاصب، معناها يورث العبد بتاعه كي موتك العبد وما خلاش عائلة يورثه هو. حتى المعتقة هي الوحيدة في النساء عاصبة بنفسها، المعتقة فقط من الإناث كلهن لم تكن من العصبة إلا المعتقة، لكن ما أنه تلغى الرق المعتق والمعتقة زال. سيدي ربي هنا ملاحظة، ما دام هو علم اصل راي اللي كتبوه وتزيد على الدنيا هو علم، نحن مش باش نزيدو نحطو قد ما يجيش بعد اجيال يقول له ما فماش كان فما، واذا كان رجع نرجع. اي اي بالطبع انت عارف بعد اجيال تعلمها كيما تعلمت قول كان وعادش. اي توا نكتبو العصبه بالغير كيما كتبنا العاصب بنفسه، أوك عرفناهم شكونهم العاصبة بالنفس اللي هما يعني 11 أو أكثر. ها؟ بالنسبة لقلت الرفق والعديد. نعم. تم القضاء عليه بمقتضى اتفاق دولي، والحال أن الإسلام أي الحال أن الإسلام هو اللي قضى، مش اتفاق دولي. هو اللي شجع على ذلك. هو أول من شجع. نعم. يعني وطبع خلال الاتفاق الدولي. لا. هو الشريعة الإسلامية هي اللي جت لي هذا. لا وصفة زعم الاتفاقيات الدولية في عصرنا الحديث العصور الحديثة هي أصبحت ملزمة. إلزام كلي للامتناع عن ذلك. بارك الله فيك. هو منع، هو منع الشرع شجع على العتق والاتفاقية الدولية منعته، لكن هو في العتق رحمة أحيانا. نعم. سيدي أسرى الحرب ما نسموش عبيدة. لا. أسرى الحرب. أسير. عنده أحكام خاصة. حتى لو كان غير مسلم. بالطبع. توا العاصب بالغير. هي النسوة العاصبة بالغير وإلا العاصبة بالغير بداية حط العاصبة وإلا العاصبة نعم العاصبة بالغير هي النسوة التي فرضهن فرضهن النصف هي النسبة التي فرضهن النصف والثلثان والثلثان هنا إذا كان وحدها تأخذ النصف إذا كانهم جمع يأخذوا الثلثين نعم يصرن بالصار يصرن عاصبات بإخوتهن أو الأخضر يقول والأخوات عاصبات للبنات وإخوة يعصبون البنات وإخوة يعصبون الأخوات معناها الإخوة يعصبوا أخواته معناها من اللي كانت أخ البنت تورث النصف
إذا كانت توجد معها الابن ماذا يفعل هذا؟ نصف حظ الذكر يصبح للذكر مثل حظ الأنثى يتسمى عصبة أصبحت عصبة بالغير يعني أخوها هو الذي قام بتعصيبها مقص مقص فرضها مفهومة بالتالي الأخ هذا هو الذي عصب فهي شنو تتسمى عصبة بالغير يعني الابن يعصب البنت والأخ الشقيق يعصب أخته والأخ لأب يعصب أخته من الأب مفهوم واضح واضح توا العاصبة مع الغير العاصبة مع الغير بالله اكتبوا كملوا العاصبة مع الغير وطبعا رجعوا لها العاصبات بالغير ناخذوا بالغير ولا مع الغير لا بالغير اللي كنا فيه نعم من هن البنت مع أخيها معناها البنت مع الابن أوكي هو عصبها نعم بنت الابن مع ابن الابن مع أخوها مع أخوها ولا ولد عمها البنت بنت الابن مع ابن الابن اللي هو ينجم يكون أخوها وينجم يكون ولد عمها فيقوم بتعصيبها أو قلنا ولا ابن عمها أنا المساوي لها يعني في نفس الدرجة في نفس درجتها ما يكونش أقل منها خاطر كان أقل منها ما يعصبهاش إيش معنى سيدي إيش معنى يعصبها إيش معنى العصبة له ظاهر هاي وهو يعصبها كيفش معناها تصبح ما تورثش بالفرض هي ما عادش تورث بالفرض ما عادش تاخذ النص تورث للذكر مثل حظ الأنثيين واضحة يعصبها معناها ينقصها الأولى هي تنقص الثانية هو نقصها الفرض يقع إلغاء الفرض يشتركوا في الفرد يولي والاشتراك يولي اشتراك في الفرد القسمة للذكر من تحت الأنثيين واضح واضح الشقيقة مع أخيها الشقيق يعني الشقيق يعصب أخته الشقيق الذكر من تحت الأنثيين الأخت لأب مع أخيها للأب تقول الأخ والأخت لأب لا هم أخوات من بو لا معني أخوات من بو ديما بالميت بالميت أربط بالميت ما تربطش ببعض فهمت أربط بالميت نرجع للميت ديما مع الميت صحيح هذيك ابن وبنت والأخرى شقيق وشقيقة الشقيقة مع الجد كي تبدأ ثم فريضة فيها شقيق وجد شقيقة وحدها شقيقة مش تورث نص الانفرادة عن مثله وعن الأخ الشقيق وكي توجد معها الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين باهي ثم شقيقة وحدها مع جد لا معاها شقيقة ولا معاها شقيق لكن معاها جد نصف الجد يقوم مقام الشقيقة هنا فيعصب البنت الشقيقة فتصبح تورث معاها للذكري مثل حظ الأنثيين ما عادش تاخذ النصف وحدها سيدي واحنا ديما نكرروا الآية هذه اللي هي مفتاح نعم هي القاعدة القاعدة وهنا في القاعدة هي القواعد سيدي في الآية هذه هو حكم تعصيبي مش فرض إيه العصبة هي خدري أنا ما فهمتش منها أنا الآية هي اللي هي أقوى هي محورية هي آية لا تحدد فرضا هي آية التعصيب هي نجم الدخول تخريجها هكا كيف آية التعصيب نعم هاي واضح توا هي معناها هذايا الفروع هي عندنا نحن آية التعصيب وهم كابشين فيها هي فرع هذايا اللي نحكيو عليه في الشرع وبالطبع قانون بعد القانون اللي جاء بتاع 59 هذاك القانون الرد
أصبح يعني مش دقيقة ما عادش عاصبة مع الغيب اللي مش ناخذوها بعد شوي بالغيب ما عادش عاصبة بالغيب نعم معناها ابن الابن مع البنت لا عصب ايش لا لماذا تاخذ النصف هو ياخذ البنت التاثير لماذا لا يعصب لانه اكثر منها ليس مساويا لها في التاثير صحيح لانها دونها في الدرجه مش متفق جهه بجهه بنور لكن اقل منها في الدرجه معناتها اضعف منها وهي اقل فلا يعصب البنت ابن الابن لا يعصب البنت مفهوم بينما ابن الابن يعصب بنت الابن خاطر متساوي نعم الجد يقعد اقوى من الكل الجد هي الجد كيف وكيف الشقيق معناه في حالة نعم. عند عدم وجود الاب سيدي ربي تو من قبيل التاريخ معناه عليه اشنو السبب اللي خلق ظهور قانون الرد شنو معناه كيما قلنا نحن تبني فهم خاطر الرفض يحب ظرف الرومان السياسي ها؟ ظرف سياسي مش كون هكا هو قانون الرفض مش مناخ بالشرع اي في هو اشتياق معناه غير ما كيما هكا بحث قال به البعض ايه حتى كي تحسبها هو ما خذاش حتى حد لا أقصى بعض الورق أقصى الأشقاء والأعمام وبنيه هذيك لا مش فيه كان كيف لا لأنها تقصي بارك الله فيك هناك سيدي توا في الواقع تفسيرها اللي يشتكي من هذا يعتبره ظالم برشا عموما ما ورثوش وبالنسبة للأحفاد اللي أباهم توفوا يروها اللي هو ربما يعني أنصفه سبحان الله الوصية الواجبة نعم نكتب ما العصبة العاصبة مع الغير هي كل أنثى هي كل أنثى تصير عاصبة مع أنثى أخرى كالشقيقة مع البنت أو يقول والأخوات عاصبات للبنات يعني الشقيقة عصب البنت البنت مثلا جاءت فريدة فيها بنت وشقيقة بنت وشقيقة البنت وحسب القانون تأخذ كل شيء حسب القانون نعم حسب القانون تأخذ كل شيء ولكن في الشرح لا البنت تأخذ النصف نص بالفرق والشقيقة تأخذ الباقي بالتعصيب ولك في القانون لا أنا دي جواب أنا قانون حرم الشقيقة تساويها في النصف يعني هو عبارة يعني اقتسم التركة باهي العصبة بالنفس خذيناهم اللي هما سميناهم هذوكم هاك عندكم بجدول هذوكم تردوا بالكم منيح اللي هما 13 العصبة بالنفس لا ما زيدهم الأخ شقيق الأخ لأب وابن الأخ لأب والعم لأب وابن العم لأب يوليو تزيدهم الأربعة هذوكم يوليو 13 وزيدهم زوز أخرين زيدهم 15 ولي 15 زيدوا سخينة شكون؟ زيدهم المعتق والمعتق هاي ولي 15 نعم هكاك هذيك فضل الله شتى صحيحة ولا غلطة سيدي؟ الأخرين شكون سيدي؟ الثلاثة الأخرين اللي زدتهم الخمسة نمرة خمسة الشخص شقيقا كان أو الأب أو كالخو والبو الأو دي نستخدم باه الأخ شقيق كان. واحدة خمسة وستة كل واحدة. إذا كان. لا إذا وجد في الفريضة صاحب تعصيب واحد.
فريضة يعني تركة. لم يوجد من الورثة إلا صاحب تعصيب. ماذا ينال؟ لم يأخذ الكل بالتعصيب. معناها نلقى مثلا ابن اعمله الابن هذا شنو لك شنو هو عاصم شنو اعمله حط هدايا الرمز هدايا حط له العين ممدوده عاصم هو ماذا يمثل بالوحده اقوى اقوى اذا به وقداه شنو عدد ما دام هو واحد فقط واحد فقط نولي اصل الفريضه نحط واحد فيها الواحد شكون يشيخ ياخذ وحده نحط له واحد هنا هوك هو عاصب بنفسه فحاز كل تركه لو كان جاء شقيق عاصب هذا ام لا بنفسه فليس معه اي وارث اخر لا اصحاب فروض ولا اصحاب تعصيب بالتالي يحوز كل التارك هوك واحد الصحيح هذاك و يستحوذ عليه بالفرضين صفوه باهي اذا قلنا تحبوا تكتبوها المعلومه هذيك اذا وجد في الفريضه صاحب تحت تعصيب واحد اذا وجد في الفريضه صاحب تعصيب واحد حاز كل المال حاز كل المال ان لم يكن معه اصحاب فروض ان لم يكن معه اصحاب فروض وإلا ولا ماذا إذا كان مع أصحاب فروض إذا توجد معه أصحاب الفروض ها لا يأخذ أصحاب الفروض أصحاب الفروض الفروض إن هو ذاك بقية يأخذ إذا عمل فصل أو البقية بعد اتصال أصحاب الفروض بفروض أو البقية إذا وجد في فريضة صاحب تعصيب أي واحد حاز كل المال حاز كل المال إن لم يكن معه أصحاب فروض إن لم يكن معه أصحاب فروض أو البقية فاصل أو البقية بعد اتصال أو البقية بعد اتصال أصحاب الفروض أصحاب الفروض بفروضهم إن كانت يعني البقية قالت إن كانت أو وإلا الحرمان وإلا الحرمان ولا يعجب سيدي في الوضعية الحرمان ديما جي عناوين الفريضه نتاعي نحطهم عموديا كي مش نخدم في العمل هذا مش في التحرير مش عامل العمليه نتاعي بس نجي نجمع الورثه نتاعي نحطهم عموديا مصفين تحت بعضهم